ملايين الضحايا واللاجئين في العالم، ملايين البشر أحاطت بهم أزمات وكوارث مرعبة، مئات الآلاف من الأطفال عصفت بهم ظروف قاسية، لكن كل ذلك لم يثر عاطفتك بقدر ما أثارته بك مآس فردية. فلماذا يتعاطف البشر مع معاناة فرد أكثر من تعاطفهم مع مجموعة حتى لو كانت من الأطفال؟ علماء نفس ومراكز أبحاث متخصصة يجيبون عبر دراسات وتجارب أجريت خلال سنوات طويلة، وكانت النتيجة من طرح ذلك السؤال أن العقل البشري لا يمكنه تخيل معاناة جماعة من الأشخاص بقدر ما يتفاعل مع آلام ومعاناة قصة فرد معروفة ومروية بتفاصيلها. لكن لماذا؟ عالم النفس الأمريكي بول سلوفيتش نشر دراسة عام 2007 تحت عنوان إذا نظرت إلى الجماهير فلن أتصرف أبداً. تلخص تلك الدراسة بظاهرة يطلق عليها انهيار الشفقة أو انهيار التعاطف، أي كلما ارتفعت أعداد الضحايا انخفض مقدار التعاطف البشري والاستعداد لتقديم المساعدة، معادلة أكدتها مراكز ومواقع متخصصة بعلم النفس بتوضيحها أن العقل البشري يكبح المشاعر في الكوارث الجماعية خوفا من الإرهاق والاستنزاف، وهي بمثابة وسيلة دفاعية يتخذها العقل لحماية النفس البشرية من الانهيار. علاوة على ذلك، فالأرقام الكبيرة تصل الإنسان لكن العقل يفسرها بأنها مجرد رموز ليس بإمكانه فهمها بتفاصيلها كلها، كما في الحالات الفردية التي يتعرف بها على أصحابها فتلامس أحاسيسه ومشاعره وعواطفه. رغم إدراك العقل أن موت مليون شخص أسوأ بكثير من موت فرد واحد، ليتغلب في معركة التعاطف البشري مع المآسي تأثير قصة الضحية الواحدة على تأثير العقلانية ومعاناة الجماعة.